إلى ذلك أعرب سعادة النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي عن رفضه التام لتصريح البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين واستنكاره الشديد لما تضمنه هذا التصريح من معلومات مغلوطة تخدم أجندة جماعات متطرفة تستهدف أمن واستقرار الدول العربية. ودعا رئيس اللجنة الاتحاد الأوروبي إلى احترام قواعد العمل البرلماني المتعارف عليها عالمياً وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها وخصوصية مجتمعاتها والجهود التي تقوم بها من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مضيفا أن تجاهل البرلمان الأوروبي لسجل مملكة البحرين الحقوقي الحافل بالعديد من الإنجازات يكشف النهج المتعمد لتسييس قضايا حقوق الإنسان. البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يسيسون ملف حقوق الإنسان لابتزاز بعض الدول ومن ضمنها البحرين. نحن نعلم جميعا بأن البحرين اتخذ خطوات كبيرة في اتجاه ترسيخ حقوق الإنسان في مملكة البحرين. نعلم بأن هناك قضاء مستقل، نعلم بأن هناك انتخابات حرة ونزيهة تجري في البحرين وبرلمان منتخب، نعلم أن هناك مشاركة كبيرة للمرأة، نعلم بأن هناك تجانس وسلم اجتماعي في البحرين. هذه البلد مملكة البحرين بلد حضاري متعدد متنوع له تاريخ عريق أكثر من 5000 سنة في عملية في ترسيخ قيم التسامح والتعدد في هذا البلد، ومن غير المناسب ومن غير الإخلاقي أن يجري تصوير الوضع في البحرين بأن هناك انتهاكات من هذا النوع الذي أشار إليه. نحن نتمنى على البرلمان الأوروبي وغيره أن ينشغلوا بالانتهاكات في بلدانهم وأن لا يستخدموا ملف حقوق الإنسان يعني بأسلوب مسيس وأسلوب غير مناسب للحفاظ على مصالح دولنا ودولهم ومصالح بين شعوبنا وشعوبهم. نؤكد أن مملكة البحرين وفقا لمتابعاتنا للحالة حقوق الإنسان هناك تولي اهتمام بحقوق الإنسان، لدينا اطلاع على التطور القانوني الموجود في البحرين، لدينا اطلاع على تجربة الحوار الوطني التي أجرته البحرين في الفترة الماضية، ولذلك نحن ننظر باعتزاز إلى هذه التجربة وإلى التسامح والانسجام المجتمعي الموجود في مملكة البحرين الشقيقة.